وهنا لابد من الإشارة إلى أن الحكومة قد واجهت منذ تنصيبها بجرأة وجدية تركت ملفات الماضي التي خلفتها الحكومات السابقة وتفاعلت مع مطالب الحاضر من أجل بناء مدرسة مغربية منصفة عادلة ذات جودة في المستقبل. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.